مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، وبعدما أعلن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الجمعة الماضية تأجيل قمة دول الاتفاق الإبراهيمي التي كان من المقرر أن يستضيفها المغرب هذا الصيف بسبب مشاكل في جدول الأعمال والأجواء السياسية غير المواتية، وفي أول تفاعل إسرائيلي على تأجيل قمة النقبة بالمغرب، تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى قضية تأجيل قمة النقبة، مؤكدا أن القمة التي كانت مقررة في يوليوز القادم بالمغرب تأجلت، وأن سبب التأجيل هو القرار توسيع البناء في المستوطنات بالضفة الغربية. وقال كوهين خلال حديثه أمام الصحفيين بأنه بحسب المخطط كان الاجتماع سيعقد بمشاركة دولتين حتى ثلاث دول لا توجد لإسرائيل معها علاقات دبلوماسية. نحن نؤمن، يضيف ذات المتحدث، أن في الاجتماع الذي سيعقد مستقبلا هذه الدول ستشارك، وسيكون هذا من الخطوات نحو تطبيع العلاقات مع هذه الدول. وأكد كوهين أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا محوريا لدعم اجتماع الوزراء. وبخصوص العلاقات مع المغرب، قال إنها علاقات دافئة تشير إليها كمية الزيارات الأخيرة لوزراء إسرائيليين إلى هناك والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين. وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على تمتين علاقتهما منذ تطبيعها في أواخر العام 2020 من خلال اتفاق ثلاثي تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائها. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.